انا تعبت قوي يا بابا. الله 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 الله. ايه في ايه يا سلوى يا بنتي؟ ما بقتش قادره استحمل، انا مضغوطه جدا. لا اجمدي اجمدي يا سلوى، هتيجي على الاخر وتقولي مش قادره؟ لا خلاص هنوصل يا بنتي، ما تضيعيش كل اللي عملناه. بقول لك مضغوطة بجد مش قادرة استحمل، في حاجات كتير فوق طاقتي. طيب أنا هسألك سؤال وتجاوبيني بكل صراحة، وأنت عودتيني على الصراحة، أنت بتحبي مصطفى؟ أنا بقيت بحبك أوي. وأنا كمان بحبك أوي يا سلمى. بتحبي مصطفى؟ أيوة يا بابا أنا حبيته. وده اللي أنا كنت خايف منه. ده اللي أنا كنت خايف منه. بس يا بابا مصطفى بيحبني. وانت ايش عرفك؟ يا بابا انت بتسألني انا السؤال ده؟ اللي اعرفه انك بتقري افكار المخ مش القلب. بابا طب مصطفى بيحبني وبيحبني قوي كمان. اوعى تكوني بتفكري تقولي له. هو انت كمان بقيت تقري افكار؟ اوعى تعملي كده يا سلوى، انت اتجننتي. بابا صدقني مصطفى ده انسان كويس جدا، عنده ضمير وبيحب يعمل خير لأي حد. مصطفى لو عارف احنا قاعدين هنا ليه بندور على ايه مش بعيد يقف جنبنا ويبقى في ظهرنا. بس انت مش عامله حساب رد فعله لما يعرف ان انت خدعتيه وانه مجرد وسيط وانه ما عندوش موهبه التخاطر. لما يعرف ان انت اللي بتعملي كل ده اكيد هيكرهك. تخيلي لما يعرف انك انت اللي اوحيتي ليه بانه يطلع للسطح وانه يبص عليكي، وانه بعد كده لما مشيتي وقفلت النور يتخيلك قدامه ويستدعيكي تاني فيلاقيكي بتنفذي اللي بيطلبه منك فيذهل. تخيلي تخيلي كل ده لو عرفه هيبقى ايه احساسه؟ اكيد هيكرهك. لا يا بابا مستحيل يكرهني، انا برضو عملت له حاجات كتير، انا غيرته، هو كان فين وبقى فين دلوقتي. بس انت ما كنتش بتعملي كل ده عشانه، انت بالنسبه له واحده وهمتيه ان عنده قوه خارقه، لكن الحقيقه ان ده كله منك انت. هتبقى صدمه كبيره قوي ليه يا بنتي. بابا انا متاكده ان مستحيل هو يكرهك، مستحيل مستحيل مصطفى يكرهك، انا متاكده. هيكرهك ومش هتقدر تتواصلي معاه، ولا هو يقدر يتواصل مع جاسر، وهنفقد كل شيء، هنفقد كل شيء يا سلوى. بابا انا مستعد اخسر اي حاجه في الدنيا، بس انا مش مستعد اخسر مصطفى ابدا. يا حلاوه يا حلاوه، روحي واكشفي كل شيء، قولي له علشان جاسر يرميني تاني زي ابوه في السجن. بس المرة دي يا ماما انا مش انا اللي هروح السجن لوحدي، لا لا انت هتكوني معايا، وهيبقى حقنا مهضوم، حقنا مهضوم يا سلوى في الهوتيل ده. يا بابا احنا لحد دلوقتي اصلا مش عارفين نوصل مصطفى لجاسر، وكمان مش عارفين الورق حطه فين جاسر. يا بابا هم قربوا يشكوا فيا انا شخصيا، طلبوا مني اصل بطاقتي. اصل بطاقتك؟ ايوه. مين اللي طلب منك؟ حسام، حسام اللي في الريسبشن. حسام، طيب انا هحاول اشوف الموضوع ده، بس ارجوكي ارجوكي يا سلوى، انا كنت ساكت طول حياتي هنا، كنت ساكت، كنت راضي ان انا اعيش في الهوتيل ده واموت فيه، بس انت اللي جيتي وصحيتي احلامي، حلمي اني استرد حقوقي في الهوتيل ده. ها ارجوكي ما تخذلنيش، ده حلمي حلمي وحلمك يا سلوى. أنا لازم أمشي، لازم أمشي. يعني أنا أفهم من كلامك إن أنت مش متظبط دنيا؟ أيوة يا عمر، مش مظبط دنيا ولا حاجة. يبقى بتحب سلمى؟ بحبها يا عمر. يا اخي كل لما اتكلم معاك
بحس ان انا ضايع. يعني انا اقدم منك هنا وانت جيت عليا وعليت ووصلت وبقيت مع الكبار ومن سلمى لدنيا. ايه يا عم، ايه يا عم، هو القر ده اللي هيخسف بيا الارض عشان خاطرك يا عم عمر؟ يا عم انا بقول ما شاء الله في سري، مش هحسدك، انت صاحبي يعني واحب لك الخير. ما عشان انا صاحبك بقى يا ريت اللي دار بينا ده ما فيش حد يعرف بيه خالص. ها عيب الكلام ده ديش، ما تقلقش. تمام، انا كده قلقت. انا هقوم بقى عشان عندي شويه شغل كده اخلصهم واجي. ماشي، ربنا يستر. ازيك؟ تمام الحمد لله. عاوز اشوفك. ايه وحشتك؟ انا وحشتك؟ اكيد طبعا وحشتيني، وحشتيني قوي. خلاص تعالى نتقابل في نوفا فيتا كمان شويه. ولا يا عمر، ازيك يا عم رمضان؟ قلت ايه؟ لا لا تمام، على ميعادنا. اوكي هجيلك ساعه بالكتير. هستنيك. وانت ايه اللي بيجيبك في اوضتنا المتواضعه هنا يا مستر مصطفى؟ احنا مش اتفقنا بلاش مستر ده يا عم رمضان؟ حسسه بحبك، لازم نفهم بيفكر في ايه. عم رمضان انا قلت لك قبل كده ان انا بعتبرك زي ابويا، وما ينفعش ابويا يبقى شايفني بالصوره الوحشه دي، وخصوصا ان انا مش كده. انت ليه بتعملني وحش قوي كده؟ انا بس عايز اطمن ان انت مفيش وراك حاجه وانت مخبيها عن الكل يا مصطفى. لازم رمضان يطلع كل اللي جواه. قولي اللي جواك، قولي انت قلقان من ايه وعارف ايه. اكلمك بصراحه، انا مره سمعت سلمى بتقول لك انك عندك حاجه تقدر تسيطر بيها على عقول كل الناس اللي حواليك. ايه هي الحاجه دي يا مصطفى؟ انت قولي، لما سمعتها بتقول كده فسرت ده ازاي؟ بصراحة يا ريت. فسرته على انه جن. انك مخاوي جن يا مصطفى. أعوذ بالله يا راجل يا طيب. جن ايه بس؟ انت شايفني قدامك بصلي. يعني انا راجل اعرف ربنا. بص يا عم رمضان، أنسة سلمى لما قالت لي كده كانت بتتكلم على لساني الحلو ومعاملتي مع الناس، الحب والود اللي بعملهم بيه. بالحب تحل كل مشاكلك. كله بالحب يا عم رمضان، كله بالحب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مصدقك يا ابني. أنا آسف إن ظنيت فيك السوء، عشان كده عايز أعترف لك بحاجة. أنا كنت براقبك. تراقبني؟ ليه؟ أيوة كنت براقبك. مستر عادل، مستر عادل كان مكلفني ان انا اعمل كده، وانا وافقته لاني كنت شاكك فيك ساعتها. كنت بنقل له كل كلمه بسمعها وكل حركه بشوفها، وده طبعا غصب عني. عشان كده انا بكفر عن غلطتي وبكلمك بصراحه، وكمان بحذرك، عادل ده مش بيحبك. خد بالك من نفسك يا مصطفى. متشكر يا عم رمضان، وكتر خيرك بجد. انت لازم توصل لجاسر اسرع من كده يا مصطفى. اسرع من كده ليه يعني؟ اشمعنى؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ هو انت نسيت عم رمضان قال لك ايه؟ انت عرفت منين رمضان قال لي ايه؟ كنت معانا ولا ايه؟ لا ما كنتش معاكم. أنا أعرف أكتر من كده بكتير. بص أنا هشرح لك، بس أنت حاول تفهم كلامي وتستوعبه عشان ممكن يضايقك قوي. اتفضلي أنا سامعك. الحكاية ابتدت سنة 78 لما سعد الدهبي وإبراهيم العادي راحوا اشتروا فندق إيليت. وقتها كان الفندق مقفول بقاله أكتر من سنة، وطبعا كان بيخسر وتعرض للبيع.
راح وقتها ابراهيم العايدي وسعد الذهبي علشان يشتموا. كل حاجه كانت ماشيه كويس واشتروا الاوتيل وبقى من اهم اوتيلات اسكندريه، لحد ما في يوم سعد حصل له مشاكل كبيره قوي مع الضرايب. اقترح عليه ساعتها صديقه وعشره عمره انه يبيع له الفندق بعقد بيع وشراء معاه ورقه ان العقد سوري مش معترف فيه، عشان طبعا الضرايب ما تحجزش عليه لحد ما يظبط وضعه يعني، وعشان ياخد احتياطه اكتر خد توكيل من ابراهيم يقدر يبيع في حصته في الفندق لنفسه لما مشاكله تخلص. وطبعا البيع ده تم من غير ولا مليم. المشكلة ان التوكيل ده اختفى من بيت سعد فجأة، واتضح ان ابراهيم هو اللي سرق التوكيل وانكر حق سعد. وقتها المحامي بتاع سعد وابراهيم توفى، وكان هو اللي عنده العقد السوري اللي بين سعد وابراهيم، واستلم العقد السوري ده من ورثة المحامي. وطبعا ابراهيم ما لحقش ياخد الورقة دي اللي كانت تهمه جدا، لانها بتأكد ان عقد بيع الفندق ده باطل. سعد لما راح الشهر العقاري علشان يطلع بدل فائد للتوكيل ده، اكتشف ان الموظفين اللي هناك مزبطين مع ابراهيم وقالوا له مفيش اي حاجه في الدفاتر تخص التوكيل ده. ومن فجر ابراهيم لفق لسعد قضيه مخدرات اتسجن فيها 15 سنه. سعد ده يبقى عمجد الله ابويا. عمجد الله؟ من فضلك سيبني اكمل. أنا عايزة أقول لك الحكاية اللي أحكيها لك التانية دي هتلزمك أكتر بكتير، لأنها تخصني وتخصك. أنا قعدت فترة في لندن درست فيها الباراسايكولوجي، علم التخاطر. بقى عندي القدرة إن أنا أقرأ عقول الناس وأسيطر على مخهم وأقدر أسخر أي حد ينفذ اللي أنا عايزاه. فقلت ليه ما أرجعش مصر وأحاول أدور على وسيط يساعدني ان انا ارجع حق ابويا في الاوتيل. كنت محتاجه وسيط يكون عقله مش مشغول وهادي، ادخل عن طريقه لدايره جسر اللي يمكن اقدر ادخلها بنفسي لاني بكرهه وبكره كل اللي حواليه. والاتصال والتواصل العقلي بين اي اتنين بينهم مشاعر كراهيه شيء مستحيل. كنت محتاجه شخص اقدر اسيطر عليه واكبره جوه الفندق واوصله اللي انت وصلت له. بابا قعد فتره طويله قوي يراقبك لحد ما اتأكد انك انت الشخص المناسب. لا برافو، حقيقي برافو. يعني انا كنت مجرد مشترك موصل جيد للحراره مش اكتر. ما عنديش موهبه ولا حاجه، بس انا استخدمتها معاكي لما جيت لك هنا وكنت متردد اكلمك. أنا اللي فكرت لك في ده، وأنا اللي شجعتك عليه. مصطفى، ما تخافش مصطفى وتعال. ادخل عليها ما يهمكش. بس أنا لما جيت لك هنا أنت قلتي لي امشي، وبعد كده أنا خليتك ترجعيني تاني. كل ده كان متخطط لي. اقنعني يا مصطفى انا سامعاك. انت نسيت الحاسه اللي عندك ولا ايه؟ انت تقدر تخليها هي اللي تنده لك وتقول لك تعالى. مصطفى، مصطفى يا ده انت طلعتي ممثله شاطره قوي. انا عملت كل ده علشانك، انا حبيتك بجد. والله العظيم انا كمان حبيتك قوي، حبيتك وعشان كده جاي اقعد قدامك دلوقتي واحكي لك كل حاجه. والنبي صدقني يا مصطفى. صدقك؟ ها افتكر دلوقتي لما كنت ازاي بتوصفي لي ان انت مبهوره ومخضوضه وانك بتعملي حاجات انت مش عايزه تعمليها، بس انا موهبتي الفذه هي اللي خليتك تعمليها. انا محتاجه اي حاجه افهم بيها ايه اللي بيحصل ده. وهتقول لي صدفه، قول لي اي تفسير تاني. مفيش اي تفسير تاني. فاكر هي قالت لك انها ما بتحبش الكذب؟ يبقى انت لازم تقولها. طب انت تقدر تعمل اي حاجه دلوقتي انا مش عايزه اعملها تخليني اعملها؟
اللي انا بعمله ده؟ انا رايي ان انت تسيب الشغل في الاوتيل طبعا، وبشهادتك روح اشتغل اي وظيفه تانية، اشتغل في بنك، اشتغل في شركه، اي حاجه مناسبه. لا طبعا غلط، غلط طبعا نسيب الفندق، بالعكس. مش حلو ان يبان شكلك كانك غيرانه. ده برضو مش مقامك. احنا نقدر نستثنى حضرتك من الموضوع ده، كمل قعدتك. برافو بجد، برافو. مصطفى انت رايح فين؟ انا ماشي. واوعي تحاولي ترجعيني تاني، لانك لو حاولتي مش هتعرفي. ادخل. نعم، عايزه ايه؟ عايزه اعرف انت ناوي على ايه؟ هتقولي جاسر عليا؟ وده هيفرق معاكي؟ ما تمنعيني، سيطري على عقلي وخليني ما اقولوش. والله العظيم حتى ما حاولتش. عايزه افهم حاجه واحده بس، بعد ما توصليني لجاسر عايزه منه ايه؟ انا كان كل امل ان انا اوصلك لجاسر، اخليه يحبك ويثق فيك، بعدها كنت انا هسيطر عليك عشان احاول اعرف العقد فين بتاع الاوتيل ده واثبت حق بابا في الاوتيل. بس للاسف جاسر ما بيحبش حد، ما بيحبش غير نفسه واي حد مصلحته معه بس. كل ده ما يهمنيش، انا لسه عندي اسئله كتير قوي. عندك حق، وانا مستعده اجاوبك على اي حاجه، بس عشان خاطري لو انت قدرت توصل لجاسر ساعدني ان انا اوصل للورق ده، ساعتها نمشي انا وانت من هنا وحياتنا تبقى احسن. اكيد انا حاولت قبل كده معاك ان انا اوصلك ليه، بس ما قدرتش عشان خاطري اوصل له تاني. ولو ما عملتش كده؟ انت حر، اللي انت عايزه. مش عايز تعمل ده ما تعملهوش. عايزني اخد ابويا وامشي من هنا حالا همشي، بس تعالى نمشي سوا، انا عايزه اكمل حياتي معاك انت يا مصطفى. انا وجودي هنا غلط، خلينا امشي. اتأخرت ليه يا سيدي؟ مش اتفقنا ما نتكلمش غير لما تنام؟ آخر التطورات إيه؟ كله تمام، اعترفت لي بكل حاجة، كل شيء. بتحبني؟ طب وأنت؟ أنا بحب شغلي وبس. كويس، طالما بتحبك يبقى هتدي لك العقد السوري اللي معاه. دي الورقة المهمة اللي مع أبوها، لو الورقة دي بقت معايا يبقى الموضوع ده مات وانتهى للأبد. وبالمناسبة هما بدأوا يكشفوها في الأوتيل، والنهاردة أنا وقفتهم إنهم يدوروا وراها. حلو، واطمن هيحصل، هجيب لك كل اللي انت عايزه، بس اول ما الورقه تكون معاك فلوس تكون جاهزه، عايزها كاش، سلم واستلم. يا ريت يا سالم، وانا عمري قصرت معاك؟ من اول مره تقابلنا وانا كلمتي معاك واحده. سالم البندري. اتفضل. أنا آسف إن أنا بقابلك بره الأوتيل بره مكتبي، بس ده لسرية الموضوع. مفيش مشكلة. أنا الحقيقة بقالي فترة طويلة بدور على شخص عنده إمكانياتك. أتمنى إن كنت وفقت بمقابلتي ليك. أعتقد التجربة لوحدها كفيلة إنها تجاوبك على سؤالك ده. كنت أحب إن إجابتك تطمني أكتر من كده. أنا عارف إن إجابتي ما تطمنش، بس صدقني دي الإجابة الدقيقة. شوف يا سالم، أنا والدي إبراهيم العايدي. مصاب بالزهايمر وامراض تانية كتير بقاله اكتر من 10 سنين. عشان كده انا اللي بدير املاكه. ابويا زمان كان مشارك واحد اسمه سعد الدهلي. للاسف سعد ده طلع نصاب وحرامي. ضحك على ابويا واستغل مرضه ومضى العقد بيع وشراء لكن سوري. العقد ده هو احتفظ بيه عشان يستغله في الوقت المناسب. سعد ده مختفي بقاله سنين كتير. من كام سنه كده جه راجل كبير في السن يشتغل في الاوتيل. اشتغل بارمن. وقتها قال انه كان بيشتغل في الفندق من زمان في السبعينات. الراجل ده كان له تصرفات غريبه جدا جوه الاوتيل، ولما حطيته تحت مراقبتي اكتشفت ان هو نفسه سعد الذهبي. وعرفت كمان انه عنده بنت اسمها سلوى. سلوى دي بقى عندها نفس الامكانيات اللي عندك،
وعرفت انه بيجهزها عشان تيجي الاوتيل وتحاول تسيطر عليا من خلال شخص قريب مني عشان يوصلوا الورق اللي معايا. حلو، والمطلوب؟ بص يا سالم، انا عندي ورقه هم عايزينها مني، وهم عندهم ورقه انا عايزها. المشكله بقى ان انا ما اعرفش بنته دي لما هتيجي الاوتيل هتيجي باسم مين، وما اعرفش شكلها برضو، ولا مين الشخص اللي عايز يتسيطر عليه. عشان كده انا لما فكرت لقيت نفسي ما قداميش غير حل واحد بس، ان انا الاقيك، عشان لا يفل الحديد إلا الحديد. تمام، كمل. اللي فهمته من المكالمات اللي أنا سمعتها بينه وبين بنته إنهم هينتظروا وصول شخص سهل السيطرة عليه وتجهيزه إنه يكون قريب مني وبالتالي يسيطروا عليا من خلاله. الشخص ده لازم يكون حد تبعي أنا من أول لحظة، أنا اللي لازم أختاره مش هما اللي يختاروني. معنى كده إن الموضوع هيستلزم دخولك المكان وتتواجد فيه لفترة وبشخصية سهل إنهم ينخدعوا فيها ويشوفوا إنها الوسيط المثالي. بس ده هيكلفك كتير قوي. هيكلفني المبلغ اللي يحولك من شخص ميسور الحال لمليونير. وأنا جاهز. أنا مش مصدق نفسي يا سالم، أنت إزاي عملت كده؟ كله بالحب. كله بالحب بيلينا يا مستر جاسر. ده أنا اللي بحبك. فلوسي جاهزة؟ أه طبعًا جاهزة، أنا عند كلمتي. اتفضل. اتفضلي. ايه ده انت بتهزر؟ العقد والتوكيل؟ عملتها ازاي مع جاسر دي؟ اول ما اديته العقد اللي هو وابوه بيحلموا بيه طول عمرهم ما صدقش نفسه، وفجاه لقيته بيحبني، بيحبني من جوه قلبه. في اللحظه دي قدرت ادخل له واسيطر على عقله. ده انا اللي بحبك يا اخي. فلوسي جاهزه؟ اه طبعا جاهزه، انا عند كلمتي. اتفضل. أنا متشكر جداً وبجد فرصة سعيدة، ودايماً نتقابل في الخير. أنا مش هسيبك، ده أنت حبيبي. ادي لسالم العقد والتوكيل، رجع حق سلوى وأبوها. سالم، زي ما قلت لك كله بالحب، وأنا بحبك أوي. يلا يلا بينا. بس انت عارفه باللي عندنا ده احنا هنخربها. تفتكر؟ طبعا انا سرحت.